فصل الربيع بالنسبة لي يعني موقعنا كمنطقة تنتمي إلى حوض البحر الأبيض المتوسط تعتبر يعني وضعية جد عادية. ففصل الربيع وخاصة شهر أفريل معروف بتذبذباته بمرورنا من اضطرابات جوية مع درجات حرارة منخفضة تعود مباشرة بعد ذلك لدرجات حرارة فصلية عادية، يعني نعيش الفصول الأربعة كلها في شهر أفريل وفي فصل الربيع. إذن عشنا من قبل في السنوات الماضية في 2004 مرور اضطرابات جوية في شهر أفريل كانت عبارة عن تسربات هواء بارد وحتى سجلنا تساقط بعض الطروش، إذن نعتبرها وضعية جوية جد عادية، بالعكس نستبشر بها خيرا بكمية الأمطار اللي أتت بها اللي يعني كانت معتبرة في بعض الأماكن. إذا فيما يخص ما ذكر وكذلك ما قدمته يعني ما شاهدناه في يعني الفيسبوك إلى آخره، إذا الإحصار يعني تفسير علمي هو منخفض للضغط الجوي يتمركز في منطقة ما، يستمر على شكل رياح قوية ويعني ينتقل من منطقة إلى أخرى. أما ما شاهدناه كان يعني ممكن نقوله ظاهرة مرفوقة بالسحب الغير مستقرة وكانت موجودة أسفل الغيمة اللي هي غيمة ركامية. إذا باش نأكدوا إذا كان إعصار أم لا يجب لازم يكون هناك دراسة، لازم نقوم برصد العناصر المناخية اللي رافقت هذه الغيمة وتمك يعني نقدر نقولوا بلي هل هو إعصار أم لا. أما إجابة هكذا فقط بالنظر إلى الصور يعني غير ممكن أن نؤكد أو لا نؤكد ما وقع في بيتنا. فيما يخص يعني كما ذكرتم التحسن والتوقعات الآتية للوضعية الجوية، إن شاء الله يوم الاثنين راح يكون تحسن تدريجي، هو التحسن راح يبدأ من ظهيرة يوم الأحد على المناطق الوسطى وينتقل للمناطق الشرقية ابتداء من ليلة الأحد إلى الاثنين، ولكن يوم الاثنين وفي الظاهرة إن شاء الله تتوقع مصاف الأرصاد الجوية مرور اضطراب جوي آخر ولكنه من نوع آخر يعني مغاير للاضطراب الجوي الأول، هو عبارة عن اضطراب جوي سريع وكذلك يعني من ضعيف إلى سريع النشاط، وسوف يخص المناطق الوسطى وبعد ذلك المناطق الشرقية للوطن، والتحسن إن شاء الله يكون في ليلة الاثنين للثلاثاء بإذن الله.